قلبها طيبة. أنا يذكرني قصة قديمة يا أخواني، مثل ما قيل على وقت الجوع، الجوع بيس الضجيع يا أخواني، مر على مسلمين يعني ما يصدق العاقل بما يجري لهم، حتى نقيل الناس أنهم يأكلون المواكيل اللي المحرمة مثل خوش الأرض ومثل الله المستعان. حال حين الشعير ما يوكل، كان هو ماكل الصحابة وماكل النسل، واليوم للبهائم والحمد لله بأنعام ما تدري من أين تجي، الحمد لله نعمة، بس مد يدك وخذ واشتري وكل. يذكر الناس الأولين ما كان فيه وظائف، كانوا الناس الأولين لما طلع الولد يعني ب15 مثل ما قال رعى المثل، يقول لما الولد جاله 20 عام ما نطح الموجبات، لا ترجيه إن كان حي ولا تبكيه إن كان مات. الله أكبر. لا أي 20 عام وقيل ب15 عام، يعني الأولين الإنسان يكتحون، لكن ما كان فيه وظائف بزمانهم ذاك. سم أخوي هو يمطحها في 15 ومعطينا 5 سنين مهلة لين ما يخالف. هذه دور اليوم صحيح. يجي والله يجي له 20 مثل ما قالوا الأخوان، ترسل البقالة ويجيب مقاضي غير اللي أرسلته بها. والناس تراهم أشكال والوان، فيها ذكية، وشبابنا اليوم والله فيه خيرات وعندهم مهايب ما كانت توجد بالعصور القديمة، يعني يطلب تجد من الوهايب والصناعات، وقيل أنهم راحوا لأمكنه بعيد وقريب، أنهم ابتروا من شباب هذا الوطن سبحان الله، وقوتهم وقدرتهم وهايبهم سبحان الله. فجيلنا وشبابنا فيهم الخير، لكن حنا ننقلهم بننقله بعيد، قد يكون قبل 70 عام أو بحدود 100 عام أو أكثر، حنا طولنا عليكم، لكن ما كان فيه وظائف، كان فيه رعية، يطلع الإنسان سوى يتيم ولا ما له أحد ولا أي ويروح ساروح، اللي يقول يسرح بالإبل والغنم يصلحها بالشعيب ويسقيها من القليب مثل ما قيل. قيل فيه يتيم ضعيف مع الهوالي ولا شيء، راح يتدجج مع البدوان، وكل ما جاء له ناس أبي أترزق الله، قالوا ما لك إلا على بطنك تاكل وتشرب وترى كسوتك عليه. قالوا من أين أكتسي؟ قالوا ما لك عندنا إلا كذا. قال أنا عاري حالهم ما عندي شيء. قالوا ما لك إلا تاكل على بطنك، لكن تم مضيت السنة ترى لك بالحولية بس سنة لك طلي، والطيب اللي يعطي الرخل صح تلد، لكن التيس والطلي بذاك الزمان ما يعقب شيء، يتبيع بالسوق ولا ما يجيب شيء. المهم انه راح مع الناس ويرعى الشهر الاول والشهر الثاني على بطنه، يعني يشرب حليب وياكل شوي قليل من التمر وقليل من الخبز، المهم الامور مصلحه. ولما انه جاء له واحد مثلا عنده راعين وقام يخاشرهم، قال اعوذ بالله لقمتها الضعيف هذه تبير هذه، والله ترزق الله، والله ما عندنا شيء، الله الورعاننا. المهم انه يسرح الشهر الاول والشهر الثاني، جاء مسلم وصحه قال يا يتيم يا ضعيف، هان تسرح على بطنك وتاكل على بطنك يعني سروحك وتعبك، ولكن كمل سنتك وخذ طليك. قال والله انا يضايقني الوقت ويسرفون بي وانا ضعيف ومثل ما تشوف. قال شفني واعلمك، ما اشتغلت سنوي والله اني لا تدرق لك وادورك باي مكان، واني لا بطك لين تموت، لا منك مسكت عند الرجال، احفظ حلاله واشتغل وخذ لك رخل، بكره الرخل تجيب رخل، وباتر تعين خير، لا تنحاش قبل يعطيك مثل رخلك مثل يعطيك الشر. الرجال أخذ موعظة، وجاء له رجال عنده حلال واجد ورعين صغيرين، وقال ترى مالك عندي إلا على بطنك تاكل وتشرب فقط لا غير، لكن إذا مضت السنة كاملة ورغبت بك مثلا لك رخل إن شاء الله، الرخل لا جتها سمة وتخليها مع الغنم، هو طبعا رعي غنم. قالوا بعدها، قال بعدها لك رخلين، لمن مثلا شفناك رجال طيب وحفظت الغنم بالشعيب وسقيتها من القليب، نعطيك رخلين وتاسمها وتصير رعية من رعية من رعايا الغنم. الرجال طمع الرجال واشتغل، قال يوم انه مضاله سنة قال والرجال ياخذ رخل يعني بنت الشاه ويقطع اذنها، ياسمونها الناس الاولين ترى ياسمون الحلال ويخلي الحلال مع بعض ولا يفرق الوسم، يسمونه وسم. المهم انه استمر السنة الاولى واستمر قبل النسيان يا اخواني، اشترط عليها المعذب
وتراها سارية عند زمان عند الناس. قال أنت استمر إن شاء الله وزيد لك، لكن بشرط عليك شرطين ما لهن ثالث. قال وشن؟ قال أولا ما تنظر وجهك بالمراية، ما تنظر وجهك بالمراية، وثاني شيء ما تنط الرجم. لا حول. إذا نطيت الرجم يا نط الرجم عناني، ما أدري وش أقول قبلك يا نط الرجم، لا وش أقول، لا تويقه والرجم قبلك عناني. لا تعدي الرجم ولا تنظر وجهك بالمراية. المهم قال أبد. قال وإذا أنك مثلا خنتني، قال إذا خنتني خنتك ترى ما لي شيء. قال توكلنا على الله. استمر الراعي ذا وصار رجال طيب ومشتهي الخير، والسنة الأولى عطه رخل والسنة الثانية عطه رخلين، ويوسمن يقطع ذنيهن مع الحلال. وكل رجال، قيل الرجال عند ما أخذ له 5 سنوات أو 10 سنوات الله أعلم حسب رواية الراوي، قال للرجال نصلق لمنه إرخال، والرخال تجي برخال، وتوالدت والرجال استمر وصار مصلاح وصار طيب وأمين رغب به راعي هذا الغنم. المهم قيل إنه يوم جاي يوم من الأيام يقول هو القطنة محفظة يسمونها بقشة بالزمان السابق. يا سلام. بقشة هذا من قماش اليوم حطوها محفظة. يقول فيها من قاش وفيها كحل العين، الواحد اليوم لو يكتحل العين كان ما كل واحد يعيبون عليه، يعيبون عليه. أيوة من زمان. وفيه مراية والله ما أدري وش الثانية، بس فلوس ما فيها فلوس. لقى المحفظة ذي قال هو يأخذ المراية، قال ينظر بوجهه، قال له والله النص وجهه ورأسه ولحيته شيء ابن أبيض. راحت الأيام. إيه راحت الأيام. الرجال يمكن له 10 سنين أو أكثر أو أقل الله ما أدري. المهم الرجال تأثر يوم من شاف الشيب، يقول لها كالرجم، يقول له برأس ضلع، يقول بجنبه، قال هو يصعد. الرجال خربها عليه، قال وطلع قلبها كالرجم. قال يوم منه وصل رأسه، قال والرجال ينظر، قال للبيوت قدامه، قال للنزل الثاني، قال للبلها بوادي. تأثر الصبي ذا واستركض وقال لها قصيدة. أنا ما أعرف، أنا ودي أني شاعر وحفظ القصيد، لكن عندي مشاعر والقصيد ترى ما أعرف إلا الشاعر. أنا ودي أني شاعر وعبر، لكن المشكلة الله ما الله يسلم. قال الرجال طلع وعدل براسه كل أبوه. قال يوم أخذ قاله ينزل على عمه، قال يا معزبي خاطري طافي، يا معزبي عطني حسابي ترى يوفيت، ما أدري قد يكون أنها طويلة. قال وش عندك؟ قال والله أنا خنتك، ومثل ما خنتك ترى ضعيف، ألطف بحالي. قال يلطف بها رب العالمين، الباء الطريق اللي جيت معه أعطه. قالوا حلالي. قال مالك حلال، أنا متعهد عليك، لكن ما دام أنك عهدتني وخنتني قال ارحمني، والله سبحانه وتعالى يرحم الرحمة. هذا رعى الحلال، الرجل صار بخير. قال وش رايك وش عندك؟ قال والله بدور الزواج. قال زوجتك إن شاء الله عندنا، في عزبتك جنبنا إن شاء الله، وبخطبها لك وبشر بالخير، أنت راعي خير من أول إلى الآن. المهم منه دور له، يقول لها كالعزبة بنت جاويد بهم خير، قالوا يأخذها، قالوا يحط له بيت، الأمور هذه كلها بتكفل بها معزبة. قال ويصير قصير غناء ويجي له عيال ويصير ثري أكثر من معزبة. وهذه علوم الرجال الطيبين، وهذه الأولين كانت يا أخواني هذه الموجودة عندهم، وكان ما عندهم شيء، عاشوا الناس مع بعضهم لأن كلنا راح بطريقه. وسلامتكم وسلامة المشاهدين. تسلمون.